ايه يلا. تعرف اذا صار له شيء وقتها رح اعرف انك اكيد واحد بعتته الشرطه لعنا، وبعد صدقني ما رح تكون بخير ابدا. ايه يلا، شو عم تستنى؟ بلش. ها يلا. يلا شباك، عشو عم تطلع؟ أسفة ملهر، بس ما عندي خيار تاني غير إني أحقنك بهذا المنوه، بعتذر منه. ما تخافي كليان، بعرف إنه مهم بالنسبة لإلك تأسبتي لهم إنه ما عم تشتغلي مع الشرطة. يلا. لا، أنا لازم ضل فايق ومصحصح منيح. مشان شو هاي الإبرة؟ ها؟ شو ناوي تخلص علي يا أهير؟ بس بتوقع هذا السم رخيص ما بيأثر، ما بيأثر فيني أبداً. ما تأثر، معناها هذا دواء حساسية. أهير، قله للشاب يعطي الإبرة للكل حتى نرتاح من وجع الحنجرة. ايه